تتسبب بشكل أساسي على مناقشة دور القضاء في خدمة العدالة والمواطن. بحضور السيد وكيل العام والسيد رئيس المحكمة التنافسية النقيب بهيئة مجلس، ناقش قضايا مهمة جدا. كيف يمكن أن يصبح قضاء اليوم مثلا أن توجد ملكية سامية؟ المواطن قد يصبح في 2011 ومن المتغيرات التي عرفتها القوانين التنظيمية والقوانين، كيف يمكن أن يصبح اليوم قاطرة رافعة للتنمية لخدمة المواطن المغربي لخدمة العدالة؟ أعتقد أن مثل هذه الفضاءات التي طرحت فيها النقاشات وتفاعل مع مختلف الخبراء والحاضرين معنا ومجتمع مدني وإعلامي سيمكن اليوم من الارتقاء للدور القضائي انطلاقا من هذا التجاوب وهذا التفاعل. نحن على يقين على أن اليوم المملكة المغربية تتجه بخطة ثابتة هو الارتقاء للدور القضائي، ليس فقط بالمرجعيات القانونية الوطنية والدولية، وإنما انطلاقا من الأدوار التي يتم القيام بها من طرف السيدات والسادة القضاة على المستوى الوطني وطبعا من خلال الدائرة القضائية لمدينة مصر.